أكثر من 3000 مورد. أكبر الأسماء في عالم التقنية تحرص على التواجد سنويا في أسبوع جايتكس، فالمعرض السنوي أصبح بوابة العبور إلى الشرق الأوسط في مجالات التكنولوجيا. جايتكس هو أكبر حدث تكنولوجي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولهذا نطلق في هذا العام الهاتف المحمول الجديد المقدم من مايكروسوفت، ويندوز 7 موبايل الجديد. جوجل صرنا نحن كذا سنة بجايتكس، نجي لأنه بنشوف هون الكاستمرز كلهم من الببليك سيكتور، يعني الجوفرمنت وأزوال البرايفت البزنسز. وجودنا هنا في جايتكس هو تأكيد لالتزام ياهو في منطقة الشرق الأوسط على الوجود في المشهد التقني والرقمي لجميع المستخدمين في المنطقة وتقديم محتوى عربي يليق بنا وجدير بهم. 130,000 من المختصين والمهتمين بعوالم التقنية يحضرون جايتكس، فكل جديد ومثير وغريب في العوالم الرقمية ينتهز فرصة المعرض السنوي العالمي ليطرح على المهتمين أولا ومن ثم على المستهلكين. شراء جهاز كمبيوتر جديد هو أمر محير للكثيرين، خاصة مع التنوع الكبير في أسماء الشركات المنتجة، واتفق الكثيرون على الاستقصاء عن سعة وحدات التخزين الدائمة والمؤقتة وسرعة بعض الوحدات الداخلية في الجهاز، بينما اعتمدت البقية على الخبرة السابقة في اعتماد علامة تجارية بعينها بسبب خبرات إيجابية ماضية أو ترشيح الآخرين لهذا الجهاز أو ذاك. والله هو الصراحة يعني في موضوع محير بناء على تجارب، يعني مش أول مرة، يعني كذا مرة بشتري جهاز لابتوب. البروسيسور أو وحدة المعالجة تعد من أهم الأجزاء الواجب التقصي عنها عند شراء جهاز كمبيوتر جديد، وبالفعل فالكثيرون يستفسرون عن سرعة هذا المعالج، فيما لا يعلمون أن هناك أنواع منه تؤثر على أداء الجهاز بسبب اختلافات بين الشركات المصنعة لوحدة المعالجة، فبعضها مؤهل أكثر من غيره للتعامل مع التطبيقات الخاصة بالألعاب أو رسوم الجرافيكس، فيما أخرى هي الأكثر شيوعاً. من دبي، مازن أمان، اليوم على الحرة.